السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد الحميد. حاليا راح نشرح اليوم عن موقع بانجود. إذا طلبت طلبية وشريت بعض السلع وطلع بعض السلع نفرض فيها خراب، شلون تراسلهم وتبلغهم أن هذه السلعة فيها خراب ويتأكدون ويردوا لك فلوسك أو أن يرسلوا لك بضاعة مرة ثانية؟ راح نشوف كل هذا في الشرح الجاي. طبعا انا شريت عدة قطع في تاريخ 23/8/2020، شريت هذا لنفس الدريل المشارة، وشريت هذا المغناطيس، وشريت هذه الشفرات حق هذه المشارة، وشريت ماكينة اللحيم. ماكينة اللحيم هذه وصلت في تاريخ 14/9/2020، هي الوحيدة هذه اللي صادفتني فيها مشكلة. كان سعرها 33,950 شامل الرسوم الشحن والتتبع. هذه صادفتني فيها مشكلة، راح نشوف شلون راسلتهم، طريقة المراسلة راح نشوفها الحين. من الاكاونت الخاص فيك تضغط على ماي اوردر، بعدها تفتح لك شاشة الطلبات الموجودة، نضغط على اوردر ديتيلز وننزل تحت على اليمين مكتوب الاصفر افتر سيل ديتيلز، نضغط عليها وهني نحدد المشكلة الموجودة عندنا، اعادة او اصلاح، ونكتب الكلام هني مثل ما نشوفه. طبعا انا اخترت بالمربع اللي طاف ان ابي ارجع فلوسي، وبالمربع نفسه اللي كتب الخيارات اني برجع فلوسي، وسجلت رقم الاوردر. الكلام اللي كتبته طبعا باللغة العربية، بعد كتبت تلقيت الحزمة اليوم وفيها خلل فني مصنعي، وهو أن مروحة التبريد لا تعمل وجسم الآلة في عدة طعجات أثرت على مروحة التبريد، أيضا المطرقة مكسورة المرفقة يعني وياها، هذا من سوء تغليف البضاعة المباعة. لم أود أن هذا يحصل بعد 3 أسابيع من الانتظار. لم أتمكن من إرفاق الصور في الموقع، لكن شاهد الروابط التالية. طبعا أنا رسلت روابط من عندي مروت فليكر، صورت المنتج وارسلته. رده شنو على الرساله هذه؟ ردهم طبعا ردوا، انا ارسلت الرساله تاريخ 14/9، ردوا علي هو نفس الشيء في تاريخ 14/9، يقول لي عزيزي محمد شكرا لك على بريدك الالكتروني وطلبك رقم كذا كذا، نحن نتفهم مدى احباطك ونشعر بالاسى الشديد لكل الازعاج الذي تسببت له، يعني تسببت فيه انت. هل يمكن ارسال بعض الصور ومقاطع الفيديو الينا لاظهار بعض تفاصيل المشكله ليتم سرد المتطلبات على النحو التالي وفقا لسياسه الضمان؟ يعني يقول لي دز الصور عشان نشوفهم. نحتاج الى بعض الادله لتاكد المشكله بالضبط، ونطلب منك التفضل بمساعدتنا في تقديمها لتجنب انتهاء صلاحيه الضمان. وذاكر لي هني ان يبي صورة الفيديو بوضوح، الماكينة وين يعني صار فيها المشكلة. يقول سبب احتياجنا اليها انه بعد التحقيق يمكننا تأكد المشكلة بشكل فعال ومعرفة السبب الجذري، علاوة على ذلك سنحتفظ بهذه كأدلة ونقدمها للمورد. يبون صور وفيديوهات عشان يقدمونها للمورد انك انت ارسلت البضاعة لشخص فيها خلل. وهني دز لي مثلا مثل ما نشوف هذا هني الرابط ان الضمان شو يتطلب وكل شيء، قالوا اللي صورها تصوير واضح ان فيها خلل ويصير خير ان شاء الله راح نرسل احنا الى المورد. طبعا هذه الرساله رقم 1، الاولى اللي كانت بيني وبينهم ردوا علي في نفس اليوم. ارسلت لهم رسالة هذه، قلت لهم دزيت الفيديو على اليوتيوب، قالوا لي دزي على اليوتيوب او الاي كلاود او جوجل درايف. دزيت لهم الصور والفيديو على تاريخ 14، طبعا صعدت على الدرايف وعلى اليوتيوب ودزيت لهم. راح نشوف الفيديو حاليا ونشوف المشكلة كانت عندي شنو. هذا الطرد هو كامل، راح نفتش الطرد هذا، هذه العدة كاملة، هذا مطلحين،
الحين راح نطلع هذا عندنا الماكينة هني، هذه الجهة فيها طعجة مبينة ها؟ انزين مبين فيها الطعجة في هذا المكان هني، طعجة هذه في هذا المكان موجودة طعجة واضحة. اوكي هذه الماكينة هني في طقة، هني هذه طعجة. قرب شوي شوف هذا البروحة، ما تمشي خربانة مروحة، ما تفتر. اوكي حن على اوف، راح نشغل الكهرباء الحين، راح نشغل حطني حط بوك عشان بشغل الكهرباء، شغل الكهرباء شبت هني، شغلني ورا شوف ما تشتغل. هذا مروحة ما تشتغل، هذا شغال. هذه الرسالة الثالثة طبعا من بعد ما ارسلت الفيديو وشافوه وحرصوا علي من ضمن الفيديو او الصور، يبون الشغلة اسمها SKU. SKU هذا الليبل اللي يجي مع الطرد اللي في علامة الباركود، هذه لازم تصورها لهم صورة عشان تأكدون ان البضاعة جاية من عندهم وتاريخها والمورد وكل شيء. هذه حاليا الرسالة الثالثة، شو يقول فيها الرسالة الثالثة؟ يقول شكرا على بريدك الالكتروني بخصوص الطلب رقم كذا كذا، نأسف بشدة الازعاج الذي تسبب فيه منتجنا، اذا كنت ترغب في ارجاع العنصر لاسترداد المبلغ او استبداله فيرجو مساعدتنا في طلب ارخص رسوم شحن لتسجيل البريد الجو القياسي، يعني ارسلها من عندك انت الى البريد العادي عشان توصل ونبدلها لك اذا كنت بتبدلها، لكن لا تشحن على التي ان تي او واليو اس بي والدي اتش ال والفيدكس، ليش؟ ان هذا راح يتاخر وراح ياخذون عليك ضرائب. للامانه والله انا اخذت الماكينه ثاني يوم ورديت على رده، شوف مثلا هو دز لي تاريخ كم 15، انا رديت عليه في تاريخ 16، قلت له حاليا بسبب كورونا مركز البريد العام لا يرسل الطرود، انه يستقبل فقط، لذلك كان لدي حل، اعطيته حل انه يرسل لي يعني مروحه والشغلات هذه. لكن هم شنو سووا شركه موقع الدعم الفني؟ شنو سوى؟ ارسل الفيديوهات والصور الى المورد. وبعد شوي راح نشوف رساله المورد شنو كانت لي، خلكم وياي. هذه الرساله مالت المورد بعد ما ارسلوا له الفيديو والصور. يقول عزيزي محمد شكرا لك على رسالتك الالكترونيه بخصوص الطلب رقم كذا بالنيابه عن بانجود، يعني مو هو هذا المورد يقول بالنيابه عنهم، نحن نقدر حق مساعدتك في هذه القضيه، يرجى تفضل بقبول اعتذارنا الصادق عن كل الازعاج الناجم عن منتجنا في طلبك. ماذا لو اعادت ارسال، يعني ايش رايك نرسل لك واحد ثاني بداله؟ بالطبع سوف نلبي احتياجك اذا كنت تريد منا الاموال او نرسل لك واحده ثانيه، بلغنا باقرب وقت واحنا من ايدك هذه لايدك هذه. طبعا انا رديت عليهم مره ثانيه بالرساله هذه على طول، رد على الرساله رقم 4، قلت له اشكركم جزيل الشكر على رسالتكم الطيبه بخصوص الطلب الذي فضلته لكن كان مزعجا، ارغب في اعاده المبلغ الى بطاقه الائتمان الحاليه، انا شريتها عن طريق بطاقه الائتمان، ما بين الفلوس تظل مثلا في موقع بانجود ويعني لازم اشتري من عندهم، قلت له رجعوه الى بطاقه الائتمان. ورديت مره ثانيه حق المورد بسبب فيروس كورونا لا استطيع، يعني البريد اللي عندنا بالكويت ما يرسل فقط يستقبل، وقلت له بصريح العباره I cannot send the product to you،
لا استطيع ارسال الماكينه المنتج لك، صريح العباره، ونشوف رده شنو كان بعد. هذه الرساله الخامسه من الدعم الفني من بعد ما اتفقوا مع المورد. يقول: عزيزي محمد، اولا شكرا على ردك ووقتك في التعامل مع الامر، وبجهودنا المشتركه توصلنا اخيرا الى اتفاق حول هذا الموضوع. امل ان تكون راضيا عن الحل. ستفعل بانجود ما وعدت به العملاء، فقد قمنا بالفعل بترتيب استرداد مبلغ 33 دينار و950 فلس الى حساب الدفع الخاص فيك، يعني بيرجعون الفلوس. وقال لي ان المساله راح نرجعها الفلوس احنا باكر، لكن المساله راح تاخذ من عندنا من 7 أيام إلى 14 يوم. ردت عليه قلت له: سيد العزيز، شكرا جزيلا على التعامل الراقي، مع أطيب التحيات محمد. وآخر رسالة، أحلى رسالة راح نشوفها: شكرا موقع بانجود، رجعوا لي فلوسي في البطاقة ثاني يوم، ما طولوا على طول، رجعوا الفلوس في ثاني يوم، دخلوا في البطاقة. هذه المشكلة الصغيرة حصلت معاي في منتج كان خربان من الإرسال. اي شخص انت عندك تعرفه او شيء يواجه نفس المشكله، ارسل له هذا الفيديو خليه يشوفه ويستفيد من عنده. وشكرا لكم، ولا تحرمونا من اللايك، وشكرا جزيلا، وحياكم الله.